السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، كيف حالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. موضوعنا اليوم وهو إن شاء الله غادي نطرقوا فيه حول البطاقة المهنية اللي هي بطاقة تأهيل الصادق، اللي كما كنعرفوا باختصار شيكوتشي هنايا في إيطاليا، بالنسبة للناس اللي عندهم رخصة السياقة ديال الكاميو ديال البيليكو اللي جاوا هنايا مؤخرا، يعني الناس اللي كانوا ديجا هنايا عندهم هذا البيرمي، هذا النوع ديال رخصة السياقة، راهم عارفين هذا القانون هذا. بالنسبة للناس القدام يعني القانون راه كان تفتح أو تطبق على الناس اللي عندهم هذه الرخصة هذه ديال الكاميو من 2007، ومن 2007 بدأت التعديلات في هذا القانون هذا. والجميل في الأمر بالنسبة للناس اللي دافعين عقود العمل موديل بي، الناس اللي دافعين في ديكريتو فلوس عقود العمل موديل بي، يعني اللي دافعين في هذا القطاع هذا ديال الشيفورات، تقريبا معفيين من هذا الكورسو هذا، فقط يجيبوا معاهم كورسو يعني من المغرب مترجم للإيطالية، وممكن أنهم يتعفوا من باش ما يدوزوش امتحان ديال هذا الكورسو هذا. أما بالنسبة للناس اللي هما ديجا هنايا باغيين يبدلوا بطاقة يعني بطاقة أو رخصة السياقة من المغربية الإيطالية، بالنسبة للناس الجداد، أنا كنهضر على الناس الجداد، بالنسبة للناس الجداد كيبغيو يبدلوا بطاقة يعني كيبغيو يبدلوا رخصة السياقة من الإيطالية أو من عفوا من المغربية الإيطالية، وعندهم هاد يعني البيرمي ديال الكاميو باش يسوق الكاميو، اللي عيطت عليه مثلا شي زيندا ولا شي حاجه يعني شي شركه ولا شي حاجه باش يسوق الكاميو، خاص شرط من الشروط اللي هو قلنا القانون بدا من 2007 هنايا في ايطاليا، وهو خاصو يدوز الامتحان او الكورسو تشي كوتشي، امتحان كيدوز في اي اجونس او في اي سياره التعليم كدوزو، وكيعطيوك من طبيعه الحال الى جتي جميع الاسئله صحيحه، ولكن كيعطيوك مثلا مؤخرا خرج هذا القانون هذا في 2019، يعني اي قانون هنا في ايطاليا كنعرفوا الاخوان كيخرج الا من بعد كيجيو تعديلات في القانون وتسهيلات ايضا. يعني 2007 خرج القانون، بالنسبه للناس اللي كاينين هنايا نهضروا على الجاليه الاخوان، بالنسبه للناس اللي كاينين هنايا انهم كانوا معفيين، يعني كانوا كيعطيوهم لو ستاتو ايطاليانو، يعني الحكومه الايطاليه خرج القانون في 2007 وكانوا عطاوهم يعني هذا الكورسو هذا غراتيس، يعني الكورسو عطاو لهم فابور، قالوا لهم صافي سوقوا يعني الشاحنات ديالكم ماشي مشكل، عطاهم كورسو. ولكن دازت واحد 3 سنين ولا 4 سنين وطبق قانون، قالوا لهم ضروري خاص اللي بغى يعني هاد البطاقه هذه البطاقه المهنيه ديال السائق خاصو ضروري يدوز الكورسو، يعني خاصو ضروري يدوز الامتحان، وكانوا يعني مجموعه من الاسئله اللي كانوا بزاف ومجموعه من الساعات، يعني كانوا بزاف ديال الساعات. ومؤخرا في 2019 وقع واحد التعديل الاحسن يعني في صالح الاجانب او في صالح يعني حاملي هاد الرخصه هذه، يعني العوض يعني الساعات اللي كانوا كثار من 2007 الى 2019 حدوهم في 140 ساعه، وفاش كتمشي تبغي تدوز يعني الاسئله ديالك كيعطيوك واحد 70 سؤال غادي تجاوب عليها خلال ساعه ونص، يعني 70 سؤال كتجاوب عليها خلال 90 دقيقه، وفي هاد 70 سؤال خاصك تجيب يعني قل من 7 الاسئله باش تنجح، الا جبتي اكثر قل من 7 الاسئله خاطئه باش تنجح، الا جبتي مثلا من 7 الاسئله ما فوق، جبتي من 7 الاسئله ما فوق خاطئه كدوبل. نتمنوا الخير للجميع، وان شاء الله بالنسبه للاخوان كذلك اللي كيسولوا على الاثمنه، يعني الناس بزاف كتسول على الاثمنه الاخوان ديباندي يعني على الاجنسيه او سياره التعليم فين كاينه وفين غادي تدوز، يعني الاثمنه كيختلفوا هنا في ايطاليا من منطقه لمنطقه، بحكم كاين يعني كاين التنافس بين الاجنسيات وبين يعني بين لوطوسكولا الى اخره، كاين اقل ثمن كدوز به هذا الكورسو هذا او الامتحان اقل ثمن وهو 1200، هاد 1200 فين كتواجد في كامبانيا الاخوان، هاد كامبانيا هي اللي فيها نابولي وفيها كازيرتا، تقريبا في نواحي كازيرتا او كازيرتا بالضبط كاين هاد الثمن هذا اللي هو ناقص بزاف، وهي 1200 من 1200 حتى ل 3500 الاخوان، بالنسبه ل 3500 ولا من 3000 فوق كتواجد، يعني هاد الثمن هذا اللي هو
بزاف كيتواجد في النواحي ديال لاسيو، يعني كيتواجد في روما، كتخلص بزاف وكيبقى داكشي على حساب المنافسه الاخوان. يعني الا كنتي فشي فيلاج ولا شي حاجه راك كتخلص اكثر، يعني كتكون المنافسه، تكون لاجانسيات بزاف، يعني سيارات تعليم كتدوز هذا الكورس وهذا كتدوز هذا الامتحان هذا. الا كانوا لاجانسيات فشي مدينه بزاف كتكون منافسه عفوا وكيكونوا مهبطين حتى الثمن. اما الا ما كانوش لاجانسيات بزاف يعني تيكون الثمن طالع بزاف، تعرفين روسهم انهم كاين غير جوج اجانسيات ولا ثلاثه في هذاك الفيلاج وفي هذيك المنطقه، يعني تيكون الثمن طالع بالنسبه، يعني كما قلنا الاخوان الثمن كيختلف من كل جهه وكل مدينه او كل من منطقه الاخرى. وكيف ما قلنا في الاول يعني الناس اللي جايين مودولو بي اللي دافعين في قانون 2020 اللي هو ديكريتو فلوسي، هذا المودول هذا في قطاع يعني السياقه اللي دافعين في هذا المودول بي على حساب الشيفورات، تقريبا معفيين من هذا الكورس وهذا، لانهم تقريبا غادي يسولوهم في الاول يعني هذا المودول بي هذا في الاول على حساب هذه الرخصه هذه، واش عاش مدوز كورس في المغرب ولا لا، يعني غادي يكونوا معفيين اصحاب المودول بي اللي دافعين عقود العمل ان شاء الله باش يجي هنا، يعني باش يخدموا في قطاع السياقه. وهذا الاخوان يعني القانون كما قلنا دائما كتكون فيه تعديلات، وفي 2019 كما قلنا راه وقع تعديل يعني في هذا القانون هذا، ويعني كانوا تسهيلات. وشنو غادي نقول لكم الاخوان، ان شاء الله الا كان شيء جديد في بطاقه يعني هذه رخصه السياقه ان شاء الله ديال 2020 ضروري غادي نحطوا ان شاء الله ونشوفوا المشاكل اللي كاينه، نشوفوا ان شاء الله الا كاين شي حلول ولا شي حاجه. كما كتشوفوا مؤخرا كتهضرت على الموضوع ديال 2020، الوزيره اشنو قالت بالنسبه، قالت الاخوان خاصكم ضروري يعني تدوزوا امتحان اخر وتاخذوا رخصه اخرى جديده من غير الرخصه اللي عندكم في يعني الرخصه المغربيه. ولكن يستحيل بزاف ان الناس يلا جات الناس مازال عندها نقص في اللغه الايطاليه وتمشي تدوز امتحان جديد وتدوز وتاخذ رخصه اخرى. غادي نتسناو الاخوان ان شاء الله تنشوفوا الجديد ونشوفوا امتى غادي تحل هذا المشكل ان شاء الله. كنتمنوا من السلطات المغربيه من وزاره النقل ايضا تدخل في هذا الموضوع هذا ان شاء الله. ولا كان شيء جديد ان شاء الله دائما الاخوان راه غادي نحاول اني نطرق لهذه المواضيع هذو ديال رخصه السياقه. وإلا عندك شي سؤال ولا شي حاجه شي تعليق خلي ليا، ولا باغي تعرف شي حاجه اكثر على يعني هاد التشيكوتشي هاد بطاقه العامل خلي ليا تعليق سؤال ديالك، يعني خلي ليا تعليق هنايا في القناه راني غادي ندخل نجاوب عليها. الاخوان ما بقى ليا الا نودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.